بيان إلى الرأي العام والحكومة العراقية الجديدة نتيجة اجتماع الإدارة الذاتية الديمقراطية في سنجار. عقدنا بصفتنا إدارة ذاتية لسنجار اجتماعنا الموسع بمشاركة جميع المكونات. استعرضنا في اجتماعنا آخر الأوضاع السياسية في المنطقة وخاصة في العراق ونشاطات إدارة شنغال الذاتية، وبالتفصيل انتهى اجتماعنا باتخاذ قرارات مهمة. ما يلي: عقدنا اجتماعنا في فترة حساسة، في هذه الفترة تدور حرب شرسة في منطقتنا. أولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم في هذه الحرب هم النساء والأطفال أو الأشخاص الذين لم يحصلوا على حقوقهم وتعرضوا للاضطهاد من قبل القوى المهيمنة. هؤلاء الأشخاص الذين تركوا بلا حقوق حتى الآن هم جماعات ومعتقدات دينية في الشرق الأوسط، وهم أساسا الجالية الإيزيدية وشعب كردستان. في هذه الحرب هناك أيضا قوة مقاومة تعتبر نفسها مسؤولة عن حماية كل الطوائف الدينية والشعوب المضطهدة، وهي حركة الحرية. في هذه الحرب يتم استهداف مقاتلي الحرية الذين جاءوا لدعوتنا في تاريخ 3/8/2014 وانقذونا من الإبادة الجماعية. يتم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد مقاتلي الحرية الآن. هناك صمت على مستوى العالمي ضد هذه الهجمات، مما يدل على التعاون مع هذه الهجمات. ندد اجتماعنا بالشدة وبالقوة التي نفذت هذه الهجمات اللا إنسانية، وحي المقاومة التاريخية للمقاتلين. إن العراق في أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية لفترة طويلة. الآن تم انتخاب رئيس العراق وتم تشكيل الحكومة في الليلة الماضية. في تشكيل هذه الحكومة يجب مراعاة مصالح الشعب، وهدف هذه الحكومة يجب أن يكون إقامة عراق موحد وديمقراطي. ولكي تحترم هذه الحكومة رغبات أهل سنجار وتؤدي حقوقهم المشروعة في إطار دستور العراق، كإدارة ذاتية لسنجار سنكون في خضم الجهود والقتال من أجلها على أساس عراق ديمقراطي وحكم ذاتي لشنغال. سنواصل مفاوضاتنا مع الحكومة الجديدة وجميع الأحزاب السياسية العراقية. ولكي تحترم هذه الحكومة رغبات أهل سنجار وتؤدي حقوقهم المشروعة في إطار دستور العراق كإدارة ذاتية، تواصل الدولة التركية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني شن غارات جوية على شنغال. الهدف من هذه الهجمات هو إخلاء منطقة سنجار وترك سنجار دون إيزيديين كأهالي سنجار. نحن ندعو الحكومة العراقية الجديدة إلى الوقوف ضد الهجمات على سنجار. في الخطوة التي بدأناها بالعودة إلى شنغال، عاد جزء كبير من شعبنا إلى أرضه المقدسة. علاوة على ذلك أصبح سنجار الآن أكثر أمانا وسلاما من أي مكان آخر. على هذا الأساس في اجتماعنا تم طرح العديد من التقييمات والمقترحات والخطط للمستقبل والوضع الذي نعيش فيه. نحن بصفتنا إدارة ذاتية ديمقراطية لسنجار نقدم رغبات شعبنا للجمهور بهذه الطريقة. 1. شنغال جزء من العراق، لكن لها ثقافة ومعتقدات. لطالما تعرض لمجازر ولم يتم الحفاظ عليها. لهذا السبب نرى الحكم الذاتي الديمقراطي على أنه الحل الأساسي الوحيد لسنجار. اثنين، تلغى اتفاقية 29 لسنة 2020 بين بغداد وأربيل بشأن سنجار فورا ومن الآن فصاعدا وبدون إرادة المجتمع اليزيدي وأهل سنجار لا ينبغي عقد أي اتفاق وفرضه على سنجار. 3. من أجل وحدة واستقرار العراق وسنجار، نحن كإدارة ذاتية لسنجار مستعدون للتفاوض مع رئيس العراق الجديد والحكومة الجديدة وتعميق
تعاوننا على أساس الحل الديمقراطي. أربعة، نطالب مجلس النواب بزيادة تمثيل الطائفة اليزيدية في البرلمان العراقي. خمسة، ندعو جميع أبناء شعبنا اليزيدي الذين نزحوا بسبب الإبادة بالعودة إلى أرضنا المقدسة سنجار وبأسرع وقت. ستة، من أجل استقلال سنجار، من أجل استقلال سنجار، ندعو جميع اليزيديين المتشردين في جميع أنحاء العالم وخاصة مجتمع اليزيدي في أوروبا لتقديم المساعدة اللازمة في الساحة الدولية ورفع النضال. سبعة، ندعو الأمم المتحدة والولايات المتحدة والعراق إلى حظر الأجواء الجوية للعراق بشكل عام وسنجار بشكل خاص في مواجهة الضربات الجوية للدولة التركية الغاشمة، وعلى وجه الخصوص ندعو الدول التي قبلت إبادة 2014 باعتباره إبادة جماعية إلى اتخاذ موقف خاص وجهد في هذا الشأن. الإدارة الذاتية الديمقراطية في سنجار 28/10/2022، والسلام عليكم.